عليكم، هلا والله، سهلا بالجميع، سعد لي صباحكم. صباح خير وتوفيق من رب العالمين. شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. شو علومكم؟ بشروا عنكم، استصحين صحيين. الله يديم علي وعليكم الصحة والعافية يا رب. اللهم صل على محمد. قصة اليوم قصة عجيبة غريبة. بقرة تطلق زوجها وتزوج أخرى، شلون؟ أنا أعلمكم شلون. كان رجال يعمل بحرفة البناء تحت معلم الحرفة اللي هو أستاذ الطين، ولهذا العامل عائلة مكونة من زوجة وعدد من الأبناء، من الأبناء والبنات. حالته المادية ردية، أو بمعنى أصح فقير الحال، ما يحصل من أجرته اليومية يأكله هو عياله عائلته بنفس اليوم. ومع هذا الفقر متمسك بهم، ولم تراعي زوجته ظروفه الصعبة، فكانت تطلب منه دائما أن يشتري لها بقرة يستفيدون منه، يشربون البنة وتجمع الزبدة وتسيحة وتصير دهن طعامهم، وتجمع الروث يصير وقود لطبخهم. أم تهزب، وكل الجيران تستهزب وتقول كل الجيران شارين إلا أنت، يعني ما شريت لنا بقرة. وتفرج على جيرانه وهم يشربون ويجمعون الدهن ويستفيدون منه. وقتها كانت البقر غالية بالنسبة لهم، كان سعره يتراوح ما بين 150 و200 ريال. كيف انه راح يأمن لهم او يشتري لهم بقرة بهذا السعر او هذا الثمن وهو عامل اجرته اليومية ريالين؟ فكان يشتغل من طلوع الشمس الى ما بعد الظهر، واحيانا يواصل عمله طيلة يومه، يعني من طلوع الشمس الى غروب الشمس، بزيادة ريال واحد فقط. مع هذا كان يوعد زوجته انه بيشري لها بقرة ويستفيدون منه، الى ان على قولتهم حلم ابليس بالجنة او مواعيد عرقوب. فكانت الزوجة تهزابه بمواعيده وإنه مجرد بس وهم وخيال. فكان الرجال يروح لسوق بيع البقر، متى يروح؟ يروح يوم الجمعة يتفرج يشوف، لعل وعسى يلاقي له واحدة على ما قال على قد قروشه. كان مخصص يوم الجمعة بالذات من أيام الأسبوع لبيع البقر فقط. فكان يشوف السماسرة أو المحرجين اللي يحرج على البقر، يشوف أسعارهن، يقول لعله عسى أنه ألاقي بسعري يناسبا. فيرجع مكسور الخاطر، فتلاقيه زوجته عند دخوله وتباشره بالسؤال، وين بقرة؟ وين وعدتك؟ وين اللي بيشري لي؟ فيجيب له، يعني يجاوبه، ما لقيت اللي تناسب قدرتي عشان أشريه، كل البقر عالية الأسعار هذا الأسبوع. فتكشر وجهه، تقطب جبينه، يعني تعقد حواجبه، وتستهزب وتقول له أجل تبي بقرة تجيك من السماء، تنزل عليك من السماء. وهو يهديه ويوعده، يا بنت الحلال اصبري، الصبر بو خير، الله يبعث لنا إن شاء الله، ويقول الله يبعث لنا بقرة اللي على قدنا. وكانت تستهزبه على أمانيه. وبأحد الجمع وهو بالسوق شاف بقرة حلوب وجسمه مليان بالشحم واللحم ولونه أصفر جذاب، فصار يقلب ناظره، يناظره منه ويدور حوله ويقول بنفسه يا حسرتي على هذه المطلوب، لكن من وين لقروشه؟ والسمسار أو المحرج رافع صوته، من يزيد، والحضور يزيدون، ومن بينهم مرة
كانت واقفة خلف الرجال وتزيد معهم بالسعر، يزيدون تزيد. وأخيرا وقفوا عند سعر معين، فقالت المراهنة اشتريته ثم سلمته هالثمن، وقالت للرجال أبيك توديه معي، تمسكه وتربطه وتجره قدامي إلين ما أوصل بيتي. رحب الرجال ومسك بقره من رقبته بحبل وسار، والمرة تسير من وراه، أو مشى والمرة تمشي من وراه إلين ما وصلوا عند باب بيته. يوم وصل المحاذاة بيتهم وقفته عند باب البيت وقالت يلا دخل بكرة بيتك، هذه هدية من لك والأهلك، الله يبارك لكم به. قال مستغرب لي أنا يا خالة؟ قالت هي نعم لك، يلا مع السلامة. فودعته وانصرفت بطريقه لبيته، فكاد يفقد عقله من هول المفاجأة اللي ما خطرت لا على البال ولا على الخاطر، ولا فكر إن تجيه بقرة بهذه السهولة. لكن الله سبحانه يرزق من يشاء من غير حساب. فطق باب بيتهم، فتحت له زوجته، قال له ابتعدي عن الباب لا تضرب سبقرة بقرونة. اندهشت الزوجة من مفاجأة البقرة وسألته وش هي هالبقرة وكيف اشتريته ومن وين لك أصلا ثمنه، أو إنك لاقيه بالشارع تجول وخطفته وهلها الحين يبحثون عنه بالشوارع؟ جاوبه بكل برود بعد كل هالتساؤلات، هذه يبقر الرزق ساقها الله لنا، وربنا سبحانه مفرج الكربات وميسر الصعوبات. قالت وكيف حصلت على هذا الرزق؟ جاوبني الله بصدق. قال له هدية اهدتني اياه مرة، وحلف بالله انه لا يعرف هذه المرة ولا شيء، وانه كان حاضر الحراج بيع البقر فصارت تزيد بثمنه حتى استقر البيع عليه، وطلبت انه يصلها لبيته. ويوم وصلت حول بيتنا قالت هذه بقرة هدية لك والأهلك، دخلها لبيتك، وانصرفت بحال سبيلة. لكن الزوجة بتصدق الكلام ذا؟ ثارت ثائرته وانهبلت، من تكون هذه الحرمة؟ وليش اختارتك أنت بالذات علشان تهديك بقرة؟ ما نبي بقرة من هالمرة. ثم افتحت الباب وطلعت بقرة بالشارع وسكرت الباب، فصارت البقرة تجول بالشارع. وكانت المرة اللي اهدتهم بقرة تراقب البيت الرجال تبي تشوف هي تبي تنقبل بقرة ولا ترفض، تبي تشوف يعني هل الحرمة راح تقبل الهدية ولا لا، وهي تعرف غيرة الحريم يعني. المهم لحقت المرة بقرة، لأن بقرة صارت تتجول بالشارع، ومسكته ودخلت البيت وسكرت بابه. أما الزوج فثار أعصابه وفوق فثارت أعصابه وفقد صوابه وطلق زوجته. حملت الزوجة أغراضه وراحت لأهله، أخبرتهم باللي حصل بينه وبين زوجه وش سبب الطلاق، فلاموها هلا على اللي هي سوته، وإن البقرة جدكم حسنة من محسنة عالمة بظروفكم القاسية، جزاها الله ألف خير. أما صاحبة البقرة يوم دريت باللي صار بين الزوجين من فراق، ضاق صدره وتألمت لذلك، فصارت المرة تحلب بقرة وتجهز البنة وتوديه هي بنفسه يوميا إلى بيت الزوج عشان يشرب منه. ومع مرور الأيام وطال الفراق بين الزوجين،
جت صاحبته بقرة إلى الزوج وقالت له: أنا من أحد جيرانك وعزبة وأرملة، وزوجي فلان متوفي من حوالي عام رحمة الله عليه، وعمته باسم زوجه، فعرفه وعرف زوجه. يا معروفة قالت: وأنا الآن أعرض نفسي عليك زوجة لك، لأني ضاق صدري باللي حصل بينك وبين زوجتك، ويعلم الله إني ما أهديتكم بقرة إلا صدقة لوجه الله. رحب الرجال بما سمعوه من المرأة، وبالحال قبله بدون تردد، قال: قبلتك زوجة، جعلك الله لي ناصية مباركة. قالت: روح لما أخوي فلان واطلبني منه وبتلقى كل ترحيب. وما هي إلا أيام حتى زفت عروسا للرجال، وبعد مرور عدة أسابيع قالت: أبي أسس لك محل أغذية يريحك من المهنة الشاقة اللي أنت به. عاش الرجال عمر جديد وحياة سعيدة، ملابس جديد وأكل منوع، كل يوم يأكل شكل، يوم جريش ويوم قرصان وآخر مطازيز، وبالمحل ما ينادونه إلا العم. علمت زوجته السابقة بزواجه الجديد، فأرسلت له أخوة عشان تبيه رجعه، فرد عليه: قل لأختك النفس طابت وقربت من السعيدة، فسعدت معه ونفقة ابنائه تأصله إن شاء الله شهريا. ومن زود سعادته وهناه وحياته السعيدة، صار ظاهر عليه عند أخواياه أو عند أصدقائه، فبعضهم يقولون له: ما عندها خوات تزوجنا عشان نسعد مثل ما أنت سعيد. واحد من أخوياه وأصدقائه حب يمزح معه، فقال له: عندي جدار أبيك تحده وتبنيه لي من جديد. فأخذ العريس حفنة من التراب ورماه على وجه صديقه وقال له: اذهب لسوق العمالة، يلا ابعد عن بس، أبغلق المحل واذهب أخذ قيلولة مع زوجتي. فسبحان الله مغير الأحوال. وبكذا تنتهي قصتي، أتمنى إن شاء الله تستمتعون وتستفيدون.